محمد بلوط الذي قاد نزال الواك والحسنية. قرارات عدة أثارت القيل والقال وكادت تخرج اللقاء عن جادة الصواب. الوداد الرياضي الذي أصبح يلعب على واجهتي البطولة والكأس بعد إلغاء منافسات الكأس العربية تبنى هذا الموسم سياسة التشبيب. أغلب العناصر التي ضمها لم تتجاوز 23 سنة. آخر الملتحقين بالقلعة الحمراء لاعب المنتخب الغابوني وهداف البطولة لسنتين متتاليتين مالك إيفونا. ثبت بهذه اللعيبه هذا، ولا سيما ان الفريق كان كيشكو من تخليص الفرص اللي كتتيح ليه خلال جميع اللقاءات، ولا سيما هذه اللعيبه هذا ما تيفوش العمر ديالو 21 سنه. فالحمد لله اننا مضينا مع العقد، ولكن من دينا العقد مع الفريق اللي كان جا منه طلع فريق اخر تيطلب التكوين، لانهم لم اللاعب هذا ما فاش 23 سنه. فبالطبع العلاقه الطيبه بين المكتب المسير رئيس اكرم والاخوه الغابونيين، واتضح لنا ان الفريق الغابوني عنده واحد رئيس رياضي، دونك فكر هو في مصلحه اللاعب، واللاعب تشبت بالفريق الوداد لانه اعجب بالفريق بالمنظومه ديال الفريق الوداد. تو دابور الوداد جو بونس كو سي لو بلان افريكان ان نيغ با الوداد. Uidad, c'est un grand club africain. Et puis après, déjà, c'est le public ici qui est nombreux. Et vraiment, le public est très bien. C'est déjà une part. C'est grâce au public que j'arrive à faire mon choix aussi. Et puis, les ambitions du club, quoi. Ils ont demandé, il faut reconstruire et tout ça. Moi, je pense qu'il y a de la place pour faire quelque chose. بالعودة إلى سيناريو المواجهة، بكر الوداد بالتهديد عبر هجمات منسقة أثمرت إحداها هدف السبق عن طريق فابريس أونداما. رد غزالة سوس ظل خجولا بمحاولة عجزت عن إدراك المبتغى، لتحمل الدقيقة 43 هدف التعادل من ضربة جزاء أثارت سخطا ولغطا. ضربة جزاء نفذها الماتون عادل ليصدر ستار النصف الأول على إيقاع التعادل الإيجابي هدف لمثله. على نقيض من الجولة الأولى، كانت الثانية مليئة بالفرص والأحداث. خلالها استأسد فريق الحسنية عبر الضغط والتسديد من بعيد، مستفيدا من تراجع أداء الوداد. هنا كواكو باتريك يسجل هدف التقدم بتسديدة لا تصد ولا ترد. عبد الرحيم طالب أراد إعادة ترتيب الأوراق بإدخال الوافد الجديد الغابوني مالك إيفونا، ما أعطى نفسا جديدا لهجوم الوداد، لكن الاستعصاء ظل لازما لمهاجمي الحمراء. تعددت الفرص وغاب الاستغلال. ما زاد الطين بلة إشهار الورقة الحمراء في وجه سعيد فتاح من طرف الحكم محمد بلوط، ليكمل الوداد ما تبقى من المواجهة بعشرة لاعبين قبل أن يعلن الحكم عن نهاية المباراة على إيقاع الاحتجاجات. أظن أننا قمنا بما يجب، لكن للأسف الحظ عاندنا. موضوع الحكم لا يحتاج إلى تعليق، قدمنا كل ما في وسعنا، هذه هي كرة القدم. دابا هذا اللعب ديال المغرب راه لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن غير في أسبوع هذا في تمارك كنا صغيورين قداكم، دابا ولينا كبار. واش انا عندي شي حاجه سحريه ولا شي حاجه دغيا؟ سا سي لو جوغ ماروكان خصو يحافظ على الاستمراريه في العطاء ديالو مقابله على مقابله. نظن بان الفوز اللي ديال اليوم مستحق نظرا للقتاليه ديال اللاعبين. الواك كانت قاب قوسين عندنا من حتى هي من تسجيل الهدف التعادل، كنا محظوظين اليوم، نقولوا كنا محظوظين، ولكن كاين هناك مجهود ديال اللاعبين. هي هزيمة مخيبة للآمال إذن للوداد الرياضي الذي تجمد رصيده عند 4 نقاط في 3 مواجهات، فيما تعود الحسنية بفوز ثمين من قلب البيضاء لتحصد 7 نقاط في 3 مباريات.